أرحب بكل المتابعين والمشتركين في قناة أنا وهي والنجوم. أسعد الله أوقاتكم بكل شيء. رجع الفلك اللبناني ميشيل حايك للواجهة من جديد بعد تحقق الكثير من توقعاته اللي حصلت بشكل مفاجئ بعد عيد الفطر. كوارث طبيعية، حالة طوارئ وغيرها من التوقعات اللي حصلت الفترة اللي فاتت هنتكلم عنها بالتفصيل بالفيديو ده، وكمان هنتكلم عن بعض التوقعات اللي من المفترض إنها تحصل خلال الأيام الجاية حسب كلام ميشيل حايك. بس قبل ما نبدأ، أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة فضلا شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير للفيديو. اتوقع ميشيل حايك أن طقس الإمارات سيشهد تغييرات مذهلة. رح يشهد طقس الإمارات تغيرات مذهلة، والحكي ما رح يكون مثل الشوفة. طبعا حضراتكم تابعين اللي حصل في الإمارات الأيام اللي فاتت وفي عمان واليمن، وزي ما قال ميشيل حايك الحكي مش مثل الشوفة. الناس اللي عايشة هناك من المصريين طبعا اتكلموا لينا ناس قريبنا حاكم عن المطر اللي غرق الشقق وكان بينزل من قبس الكهرباء، والناس كانت مش عارفة تعمل ايه وسابت بيوتها وخرجت برا، والوضع كان صعب جدا هناك. البداية في نشرتنا هي من العاصفة التي تضرب دول الخليج ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وتحديدا مدينة دبي. انتقل اليوم على الإمارات. كمان ميشيل حايك في نفس الحلقة اتكلم عن حالة طوارئ في شوارع الإمارات، يعني حدد حالة الطوارئ في شارع في ما رح يكون مثل الشوفة. حالة الطوارئ بتستدعي إقفال شارع رئيسي وشل الحركة لبعد الوقت. البداية في نشرتنا هي من وقفت، والمطر كان مغطي العربيات والوضع كان صعب وغير عادي لأن ده مش بيحصل في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا مدينة دبي. انتقل اليوم على الإمارات تحديدا بدبي. نخبركم عن منخفض جوي عنيف وتاريخي ضرب الإمارات اليوم. هذا المنخفض حامل معه أمطار طوفانية، تساقط كبير أو كثيف لحبات البرد، عواصف رعدية عنيفة مثل ما عم نشوف بالفيديو، كمان أدى إلى طوفان الطرقات والمراكز التجارية وبطبيعة الحال غرقت السيارات بالشوارع. البنية تحتية تستوعب المطر اللي حصل. الأمطار الغزيرة أيضا أدت إلى طوفان مدارج مطار دبي الدولي، يلي اضطرت السلطات تحويل مسار رحلات الوصول إلى المطار مؤقتا مساء اليوم حتى تحسن الأوضاع الجوية. لاحظنا بهذا المنخفض ظاهرة غريبة عجيبة. متوقع تاني اتكلم ميشيل حايك عن 24 ساعة في الإمارات مش هيكونوا زي اللي قبلهم ولا حتى بيشبهوا اللي بعدهم. ب 24 ساعة بالإمارات ما رح يشبهوا ال 24 ساعة للي قبلهم وللي بعدهم. فعلا اللي حصل المركز الوطني حدث استثنائي، لا حصل قبلها ولا حصل بعدها، كان 24 ساعة أول مرة بتشهدها الإمارات. كل الأمطار الغزيرة والفيضانات اللي حصلت هناك وقفت المطارات، وقفت المدارس للي قبلهم وللي بعدهم. المركز الوطني للأرصاد أكد بأن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال 24 ساعة الماضية تعد حدثا استثنائيا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات. زيت يوم المياه الإماراتية بيتعكر سلامة. شهدت الإمارات العربية هطول أكبر كمية أمطار في تاريخها الحديث، وتسببت السيول بغرق طرق رئيسية في دبي والعاصمة أبوظبي، ما أدى لإغلاق العديد من الشوارع ووقف العمل وإغلاق المدارس الحكومية والخاصة. وفي مقطع عاصفة بهوية سابقة، الفلك اللبناني ميشيل حايك نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. قرب الوقت إيران رح تنتقم بالجملة وبدفعة واحدة على اللي قتلوا قواده من سليماني إلى رضا موسوي. رضي موسوي خرق إيراني بالعمق، الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل. رضي موسوي خرق إيراني بالعمق الإسرائيلي، المجال الجوي مفتوح بين إسرائيل وإيران. إلا القضية إن ذخائر إيران ستكون في العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المجال الجوي بين البلدين سيكون مفتوحا. كل القضية رح تصير فوق من فوق، طيران بطيران من كل اليسار للأجواء الإيرانية. بدأ الرد الإيراني على استهداف سفارتها بدمشق بإطلاق مسيرات وصواريخ كروز من داخل الأراضي الإيرانية من كل اليسار للأجواء الإيرانية بخير وللأجواء الإسرائيلية بخير، وكما تعامل تعامل أكثر من 400 مسيرة أطلقت
على إسرائيل من إيران وكذلك أمل تعام كما تعام رئيس فيلة القدس التهديد بقبله تهديد والغلبة لمن سبق. وقال ميشيل هايك عن إيران منشأة إيرانية تشتعل وتحرق محيطها. الأوراق بين أمريكا وإيران ستتمزق. عهد إيران بالزلازل الهزات آتي من جديد ولو بحلة مختلف. ومن جهة تانية تداول رواد منصات التواصل معلومات تفيد بأن الفلكي اللبناني الشهير ميشيل هايك تنبأ بالهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي، لكن ذلك كان في إطار السخرية ولم يكن صادرا عن العراف المثير للجدل. نشرت عدة صفحات ووسائل إعلامية لقطة لميشيل هايك كتب عليها عبارات على سبيل السخرية من الرد الذي وصف بأنه لم يكن بالقدر الذي تم الحديث عنه وتهويله. طبعا التهديد الإيراني أو الرد الإيراني على إسرائيل. وجاء في العبارات التي لم تصدر عن ميشيل هايك رغم أنها نصبت إليه: شايف ضربة ومش ضربة، رد ومش رد، سامع أصوات فرقيع بلا فرقيع، حرب بتخلص قبل ما تبلش. وده اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت، والضرب على الفاضي سواء من اسرائيل على ايران او من ايران على اسرائيل. كمان اتكلم ميشيل هايك عن الوعد الصادق وقال انه هيكون الواجهة. الوعد الصادق الى الواجهة من جديد. بالفعل شنت ايران اول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على اسرائيل يوم 13 ابريل نيسان 2024، واطلقت عليه تسمية الوعد الصادق. منذ الثورة الإسلامية وما قبلها وما بعدها لم تحصل أي مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل، وكسرت إيران القاعدة. إنها المرة الأولى التي تستهدف إسرائيل بشكل مباشر. الهجوم الذي أطلق عليه اسم الوعد الصادق والذي دام 5 ساعات متسببا بتوقف الطيران المدني في المنطقة. عملية الوعد الصادق مثال حي وواضح على هذه المعادلة، وفتحت لنا صفحة جديدة من الاشتباك مع العدو الصهيوني. من ضمن توقعاته اللي اتحققت هذه المرة من أستراليا، أن أستراليا مبنى ضخم وضخم جدا على الأرجح تجاري بيتعرض لحادث مفاجئ ببلب الأجواء وكلها. ده اللي توقعه ميشيل هايك وده اللي حصل في أستراليا. 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون بجروح. سقط 6 قتلى منهم 5 نساء ورجل جراء هجوم على أحد مراكز التسوق في سيدني من قبل مهاجم يحمل سكينة. وفي بيان لها أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز أنه أطلق النار على المهاجم وتوفي على الأثر، فيما أجلت 100 أشخاص من مركز التسوق ونقلت 8 أشخاص ضمنهم طفل يبلغ من العمر 9 أشهر إلى المستشفى. سادت حالة من الهلع في المكان بحسب شهود العيان، وهرع المتسوقون طلبا للحماية وحاولت الشرطة تأمين الموقع. كده خلص التوقعات؟ لا طبعا. ميشيل هايك اتكلم عن اسماعيل هنية. بيركب اسماعيل هنية اكتر من موجة خطرة. كان ابناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وعدد من ابنائهم قتلوا في قصف استهدف طيارة مخيم الشاطئ. احدى هذه الغارات استهدفت سيارة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. السيارة كانت تقل ابناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ومعهم أطفالهم، وكما تشاهدون السيارة تفحص. إذن 7 شهداء داخل السيارة لم ينجو منهم أحد. 3 من أبناء إسماعيل هنية وهم حازم أمير محمد وأربعة من أحفاده. عقب تلقي خبر وفاة أبنائه قال زعيم حماس إن مقتل أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار. وده طبعا بسبب الحرب اللي شنتها حماس على جنوب إسرائيل، واللي بتقول إسرائيل أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، لا يزال نحو 130 منهم محتجزين في غزة. توقعات ميشيل هايك
ما زالت مستمرة في التحقق عندما تحدث عن الصرافين وقال إنهم في خطر. الصرافين بدائرة الاستهداف من الشارع للمكتب للبيت. ده اللي حصل مع محمد سرور. محمد سرور تم استدراجه عبر سيدة لبنانية تحت اسم زينب حمود، وذلك لتحويل مبلغ 14,000 دولار من العراق بحكم عمله، لأن هو صراف. سحب سرور المبلغ وتوجه برفقة ابن شقيقه على متن دراجة نارية لتسليمها المبلغ في العنوان المحدد في بلدة بيت ميري. بعد فقدان الاتصال به منذ الخميس الماضي، محمد إبراهيم سرور ذات 57 عاما عثر عليه مقتولا في منطقة بيت ميري المتنية. محمد عمل في مجال الصرف والتحويلات المالية، وانقطع الاتصال به أثناء عودته من بيت ميري بعدما اتصلت فيه امرأة لتصرف مبلغا ماليا معينا. 7 رصاصات من مسدسين قتلت سرور داخل المطبخ، وتم العثور على المسدسين عليهما مواد تنظيف لإزالة البصمات عنهما، بالإضافة إلى ملابس وقفازات مغمورة بالماء بنفس الطريقة. بحسب مصادر لبنانية فأنه بعد أيام قليلة تم تحويل مبلغ 4,000 دولار، وهذه المرة توجه بمفرده لتسليم التحويلة، وعندها اعتقل وعصب وقتل. كشفت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن التقديرات تشير إلى أن الموساد الإسرائيلي يقف وراء مقتل سرور. بعد كل الأحداث اللي بتحصل دي، إيه رأيكم في توقعات مش الحاج؟ هل هو متنبئ أم عميل مخصص؟ عاصفة بهوية مختلفة غريبة شرقية غربية شرقية بتهب بين برج خليفة وبرج العرب. وكان ملفت أيضا بهذا المنخفض العواصف الرعدية الشديدة يلي ضربت كمان برج خليفة الشهير مثل الشوفة. حدث مناخي غير مسبوق شهدته دولة الإمارات لم يحدث منذ 75 عاما. أما عن إيران فبيقول حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني راح يكون هو الرسالة وموضوعها ومحورها، وراح يملى كل الكادرات والصدمة مش ممنوعة. قائد فيلق القدس راح يكون رجل الأهداف الدسمة. بيتحرك الشارع الإيراني على إيقاع وأسلوب جديد. النار بتمتد للإعلام الإيراني والمشهد قناة العالم. إسرائيل مش على هامش المعركة، بقلب المعركة. بيتحول بيت نتنياهو وعيلة ومبنى مشهد المشاهد. بتقوم القيامة بأجواء الطيران الحرب المدني الإسرائيلي. نجمة داود بعد ما يرتبط فيها ترمز، واللي بترمز له أمام مخطط تغييري. المجلس الحربي الإسرائيلي على فوهة بركان، وجه عسكري بيسجل أهداف، بيعمل خرق وفرق ومفاجأة، بتحجز له معاد بالقيادة العليا. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة أول ما تنزل. ما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو. شكرا لكم وإلى اللقاء.